طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كده هنتكلم على ليكتشر 1. ليكتشر 1 بنتكلم فيها على introduction and some basic revisions. Some basic revisions. طيب، نتكلم على الانترودكشن. هنبص كده مع بعض ايه هي الابليكيشنز اوف الكتروماجنتكس. ابليكيشنز اوف الكتروماجنتكس، عندنا ابليكيشنز كتيره للالكتروماجنتكس يا شباب، زي المايكروويفز، زي الانتنز، زي الالكتريك ماشينز، زي الساتلايت كوميونيكيشنز، زي البايو الكترومغنتكس، زي البلازما، زي نيوكليار ريسيرشز، زي الفايبر اوبتكس كوميونيكيشنز، زي الكترومغنتيك انترفيرنس وكومباتيبيليتي، الانرجي كونفرجن. كل دي يا شباب ابلكيشنز للالكترومغنتكس، كل دي ابلكيشنز للالكترومغنتكس. يعني وانت قاعد في بيتك كده، بص حواليك على الابلكيشنز بتاعت الالكترومغنتكس، هتلاقيها كتيره جدا، هتلاقيها كتيرة جدا، من أول المايكرويف اللي في المطبخ عندك، من أول الموبايل بتاعك، من أول الراوتر، من أول كل دي أبليكيشنز حواليك، الكنترولر بتاع الريموت بتاع التلفزيون، أنت برضو بتتكلم على سيجنال في الـ الـ من الـ من الفريكوانسي سبيكترم. كل دي يا شباب انت بتتكلم على ابلكيشنز. الدش بتاعك بيستقبل السيجنال من الساتلايت، كل دي ابلكيشنز للالكترو ماجنتكس. طيب، ده كذلك من ضمن الحاجات الافكتس، باد افكتس من الالكترو ماجنتكس يا شباب، علشان نبقى عارفينها برضو، هي الاستعمال الكبير للموبايل. استعمال كبير للموبايل، يعني في بعض الدراسات كده اتعملت، بعض الدراسات اتعملت وقالت ان المايكرويف شغال على التردد بتاع 2.5 جيجا هرتز، كويس، والراديشن بتاعه، الراديشن باور بتاعه من 500 ل 1.1 كيلو وات، ده المايكرويف. اوكي، طيب الموبايل شغال للجنريشنز القديمه، كانت شغاله على 900 1.8 ستيل موجوده برضو، الباور بتاعتها 1.6 ل 3 واط. فانت لو بتستخدم الموبايل بتاعك 1 اور ا داي، او نفترض جدلا يعني حضرتك بتستعمل الموبايل بتاعك بس ساعه واحده في اليوم، يبقى في 365 يوم في السنة، يبقى انت بتتكلم على 365 اور، لما تضربها في الثلاثة واط يبقى انت بتتكلم على 1 كيلو واط ان 1 يير. 1 كيلو 1 كيلو واط ان 1 يير، ده على اساس ان حضرتك بتستخدم ايه؟ ده على اساس ان حضرتك بتستخدم الموبايل ساعة واحدة بس في اليوم. تخيل بقى احنا دلوقتي بنستخدم الموبايل فوق الايه؟ فوق ال فوق ايه؟ فوق ال 15 ساعة في اليوم مثلا ولا حاجة؟ ده إذا كانت الناس ما بتستخدموش وهي نايمة كمان. يبقى احنا بنتكلم على إن الدراسات دي بتقول إن الراديشن اللي جسمنا بيتعرض لها من الموبايل بتكون مزعجة جدا، أكتر من إن حضرتك بتحط دماغك في المايكرويف او بتحط حاجه في المايكرويف اوفن، ده هو الفرن بتاع المايكرويف. فبالتالي مع التايم بنلاقي ان درجه الحراره بتاعت الهيد بتاعت الراس دي بيحصل لها ايه؟ رايزنج، بتبدا ترتفع، والافكت بتاع الالكترومغنيتكس على السكال، على الجمجمه بتاعت حضرتك بيزيد. يعني ده كده مع بدايه المكالمه، بعد كده
مع الزيادة في التايمينج بتبدأ الإفكت بتاع الكلام ده بتاع الراديشن بيزيد. بالإضافة إن الموضوع ده بيختلف تأثيره من الصغير للكبير، يعني لو طفل بتلاقي التأثير بتاع الإلكترومغنيتكس عليه وعلى الخلايا بتاعته بتكون أكبر بكتير من الكبير، فبالتالي يعني غلط تماما إن إحنا نسيب الموبايلات كتير مع الأطفال وتفضل الموبايلات في إيه؟ في حضنهم وعمالين يلعبوا بيها في كل التوقيتات. أوكي؟ فدي من ضمن الإيه؟ الآثار الضارة للإلكترومغنيتكس. كذلك يا شباب في أبليكيشنز للإلكترومغنيتكس اتعمل الكترومغنيتيك بومب دي عبارة عن اللي هي القنبلة الكهرومغناطيسية. دي عبارة عن قنبلة بتضرب على ارتفاع معين، زي ما انت شايف كده، ادي طيارة وادي شايلة صاروخ، الصاروخ ده شايل قنبلة كهرومغناطيسية، الصاروخ ده بيضرب وبينفجر على ارتفاع معين على سطح الأرض، يعني ما بيخبطش الارض، ده بينفجر على ارتفاع معين من سطح الارض وبيعمل تدمير لكل ما هو الكترومغنيتكس تحتيه، يعني كل ما هو الكترونكس بيتم تدميره تحت الايه، تحت القبه دي. اوكي، طبعا بيبقى ليها حساباتها طبقا للقوه التدميريه بتاعه القنبله دي، بنتكلم على الاريا اللي هي ممكن تاثر عليها، بنتكلم على الاريا اللي هي ممكن تاثر عليها. طب دي اثرها ايه؟ القنبله دي بتدمر كل ما هو الكترونكس، بتدمر كل ما هو الكترونكس، يعني المنطقه اللي اتضربت عليها القنبله الكهرومغناطيسيه دي مش هيبقى فيها اي الكترونكس عايشه، يعني الموبايل بتاعك مش هيبقى شغال، الرادارات مش هتبقى شغاله، الطيارات مش هتبقى شغاله، العربيات اللي هي الحديثه مش هتبقى شغاله، كل ما هو ريليتد بالكترونكس هيتدمر، كل ما هو ريليتد بالكترونكس هيتدمر. القنبله دي مش موجوده مع دول كتير، ده هي موجوده مع دول معينه، دول عظمى معينه، وكان لسه يعني حديثا كوريا الشماليه بتقول ان هي صنعت تمتلك يعني الالكتروماجنتيك بومب، وبتمتلكها بقوة تدميرية استراتيجية. يعني ايه قوة تدميرية استراتيجية؟ ممكن لو اتضربت على دولة كاملة تروح مفرتكة الدولة دي من الالكترونيكس، يعني الناس هتبقى عايشة بس الالكترونيكس هي اللي هتموت. حضرتك تيجي تمسك موبايلك هتلاقيه خلاص بالسلامة، عاوز تعمل اي كوميونيكيشن خلاص مفيش اي كوميونيكيشن، عاوز تفتح تلفزيون مفيش تلفزيون، عاوز تفتح لاب مش هيبقى فيه لاب. هنرجع للعصر الحجري، نرجع للعصر الحجري. و الله اعلم، ممكن دي تكون يعني انا كنت قريت قبل كده ان يعني في نهايه الزمان، يعني ان الحروب اللي هتتم في نهايه الزمان هتكون ترجع تاني بقى بالسيف وبالقتال اللي هو التقليدي يعني. فده ممكن يكون، والله اعلم، ان القنابل دي هتتضرب، الدول بقى اللي هي العظمى دي هيقعدوا يفتروا على بعض لحد ما ايه، ما يخلصوا على كل الالكترونيكس اللي موجود في العالم كله ونرجع بقى ايه على قديمه. فدي من ضمن الابليكيشنز بتاعت الالكترومغنيتيك بوم. طبعا من ضمن الابليكيشنز بتاعت الالكترومغنيتكس الانتنز، زي ما احنا عارفين الانتنز هي وسيله لنقل الويف، وسيله بننقل بيها الويف من مكان لمكان وايرلس، هي وسيله بننقل بيها الويف من مكان لمكان وايرلس، يعني ما بنستخدمش كابلات علشان ابعت استقبل السيجنال مثلا من الساتلايت، الساتلايت بيبعت لي السيجنال بتاعته و من غير وايرز، فبالتالي بقدر استقبل السيجنال بتاعتي واتعامل مع الداتا اللي جايه لي. فدي طبعا من ضمن الابلكيشنز of electromagnetics. الريموت سينسينج كل ما هو بقى استشعار عن بعد، كل ما هو استشعار عن بعد بنستخدم فيه الالكترومغنيتكس، سواء بقى كنا بنتكلم على ساتلايتس، سواء كنا بنتكلم على يو اي فيز،
رادارز، كل ده بنتكلم على ريموت سنسنج بنستخدم فيه الايه الالكترومغنيتكس ابلكيشنز. زي ما انتم شايفين كده، دي بعض الايه بعض الساتلايتس، ده ساتلايت ده ساتلايت ده، يعني رائد فضاء بيعمل حاجة معينة في مركبة فضاء، ده صاروخ شايل بعض الساتلايتس وبعض الالكترونيكس لابلكيشنز معينة في السبيس. كل ده شباب، كل الابلكيشنز اللي حضراتكم شايفينها دي داخل فيها مين؟ داخل فيها الالكترومغنيتكس، داخل فيها الالكترومغنيتكس. طبعا بقى المايكرويف انتجريتد سيركتس والموبايلز بانواعها المختلفه وبانواعها الحديثه والقديم منها كذلك، كل دي بنتكلم على الكترومغنيتيك ابلكيشنز. تمام، دلوقتي البورده بتاعتك الموبايل بتاعك بيعمل حاجات كثيره جدا، بيعمل ابلكيشنز كثيره جدا، يعني يكاد يكون كمبيوتر صغير حاليا، يكاد يكون كمبيوتر صغير، مش كمبيوتر صغير بس، ده وكاميرا وتقدر تبعت بيه ايميلز، وتقدر تعمل بيه حاجات كثيره جدا، تقدر تعمل كولز، سواء فيديو كولز او اوديو كولز، او يعني انت دخلنا في تطور كبير قوي في الالكترونيكس، وكذلك تطور كبير جدا في الابلكيشنز اوف الكترومغنيتكس. طبعا ام نوت شور ايفون 11 نزل ولا لا، اي ثينك ان هو نزل، ولكن يعني من ضمن الحاجات اللي هو ويلنج ان هو يعملها، ان هو يسنس النفس بتاعك ويسنس التنفس بتاعك ويشوف اذا كنت انت تمام ولا لا، والتنفس بتاعك طبيعي ولا لا، ولو مش طبيعي يبدأ ياخد اكشنز ويبعت بعض الالارمز ويبعت بعض المسجز لبعض الايه لبعض اللي هم الفريندز بتوعك، ان انت في ريسك معين او في دينجر معين حواليك، ممكن تكون في تسمم او حاجه زي كده، ويتطلب الامر ان انت تتدخل. بالاضافه ان هو هيضاف له بعض الـ يعني الاوبشنز، ان هو يسنس السميلز، وفي فيري اون سميل سنسورز، ويبدا يحصل له يعمل ديتكشن لبعض الايه لبعض الروائح وبعض الغازات وبعض الامور. طبعا كل دي تطورات معينه في الالكترونيكس وكذلك في الالكترومغنيتيك ابلكيشنز. طيب يبقى الجزء اللي فات ده كنا بنتكلم على انترودكشن في الالكترومغنيتيك ابلكيشنز. لو في اي سؤال اتفضلوا يا شباب في الجزء اللي فات. لو في اي سؤال اتفضلوا يا شباب في الجزء اللي فات. دكتور، هو احنا النهارده خلص الفيكتور صح؟ يعني لحد ما الوقت يسعفنا يعني بإذن الله. طيب نشوف بقى الايه الفيكتور اناليسز. الفيكتور اناليسز في الفيكتور اناليسز يا شباب عندنا some basic definitions هنشوفها. some basic definitions ال some basics definitions ال scalar. نبدأ بال scalar. scalar is a quantity having only magnitude and no direction، يعني حاجة كده ليها قيمة وملهاش اتجاه، زي الضغط، زي التمبريتشر، زي الانرجي، كل دي scalar values. وال scalar quantity needs just one value to be represented. اوكي، يبقى هي value بس، انا محتاج value بس اعرفها. ولك درجة الحرارة النهاردة مثلا 30 درجة،
يبقى خلاص، ما انا ما مش هقول لك بقى درجة حرارة وانت ماشي من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين ولا من فوق لتحت، هي درجة الحرارة بتاعة الجو خلاص. يبقى احنا ايه عرفنا درجة الحرارة كام. الفيكتور بقى دي quantity having both magnitude and direction. quantity having both magnitude and direction زي ايه؟ زي ال velocity، زي ال distance، كل دي vectors بتحتاج قيمة واتجاه. كل الفيكتورز دي بتحتاج قيمة واتجاه. قيمة بتعبر لي عن الماجنيتيود بتاع الفيكتور ده، والاتجاه بيعبر طبعا عن الدايركشن اللي واخده الفيكتور ده، الستارت بوينت والاند بوينت بتاعته، هو بدأ منين ورايح فين، زي الفيلوسيتي زي الديستانس. والفيكتور يا شباب ممكن نرمز له باكثر من طريقه، يعني ممكن نرمز له بالسيمبل كده وفوقيه الارو ده، وبنعرف الماجنيتيود بتاعه بالشكل اللي قدام حضرتك ده. لو هنحط الفيكتور جوه الخطين دول يبقى احنا كده بنتكلم على الماجنيتيود، وده اللي هو اليونت فيكتور بتاعه، سمول اي دي تعبر عن اليونت فيكتور اوف ذس فيكتور. يونت فيكتور يعني الماجنيتيود بتاعه بيساوي واحد، وبيعبر عن الدايركشن بتاعه. او ان انا اكتبها زي ما حضرتك شايف كده، يعني فيكتور ايه بتساوي كابيتال ايه، يبقى ده كده بيعبر عن الماجنيتيود في اتجاه الايه، في اتجاه السمول ايه زي ما حضرتك شايف. طيب الدايركشنز دي ممكن افكها، والماجنيتيودز ممكن افكها، الكومبوننتس ممكن اقول ان هي كومبوننتس في اتجاه الاكس، كومبوننتس في اتجاه الواي، كومبوننتس في اتجاه الزد. يبقى انا اقدر طبعا علشان اجيب الماجنيتيود بتاعي، يبقى انا بقول الماجنيتيود بتاعي a equal root of ax square plus ay square plus az square. تخلي بالك ان احنا هنا بنتكلم على ماجنيتيودز، والدايركشن بتاعي هو قيمة الفيكتور على الماجنيتيود بتاعة الفيكتور، يعني الفيكتور نفسه على الماجنيتيود بتاع الفيكتور يديني الايه، يديني اليونت فيكتور. واليونت فيكتور والفيكتور زي ما قلنا ان احنا بنحتاج لماجنيتيود وفيز او ماجنيتيود ودايركشن. الفيلد بقى، طب الفيلد بقى يا شباب هو ايه الفيلد؟ الفيلد از اريجن، فيلد از اريجن ات ايتش بوينت اوف ويتش there is a corresponding value of some physical function. الفيلد ده ريجون حوالين بوينت معين، حوالين سورس معين، بقيس الافكت بتاع السورس ده عند certain location. يبقى الفيلد is a region at each point of which there is a corresponding value of some physical function. طب الفيلد ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون سكيلر فيلد او ممكن يكون فيكتور فيلد. يعني الفيلد نفسه ممكن يكون سكيلر او يكون ايه؟ يكون فيكتور يا شباب. اوكي؟ طيب يبقى احنا دلوقتي اتعرفنا على السكيلر والفيكتور والفيلد، سكيلر وفيكتور وفيلد. طيب كلنا عارفين بعض بقى الفيكتور الجبرا زي الفيكتور اديشن وسبتراكشن. الفيكتور اديشن زي ما احنا عارفين ان احنا ممكن نجمع الفيكتورز، فيكتور اي وفيكتور بي نقدر نجمعهم، نقدر نعمل اديشن، نقدر نقول ان الاديشن بتاع فيكتور اي بلس فيكتور بي هيديني انذر فيكتور، انذر فيكتور زي ما حضراتكم شايفين كده. ادي الفيكتور اي لما اجمعه مع الفيكتور بي هيديني فيكتور اي بلس بي، او ممكن اعمل سبتراكشن للفيكتورز دي، يبقى هياخد فيكتور في الاتجاه ده اي ماينس بي. الخصائص بتاعتي ان انا اي بلس بي ممكن تكون اقدر اقول ان في خصائص عندي ان a بلس b هي هي بتساوي b بلس a. وكذلك لو اقول a بلس b بلس c اقدر اوزع الكلام ده زي ما حضراتكم شايفين كده في الايكواليتي اللي قدام حضراتكم. وكذلك اقدر اضرب سكيلر فاليو في الفيكتورز دي واقدر اتعامل مع الفيكتورز دي. انا ممكن
بعض الالجبرا تتم للفيكتور ستيب. يبقى احنا قلنا ان الفيكتور هو عباره عن سكيلر فاليو مضروبه في الفيكتور في اليونت فيكتور بتاعتها. او اقدر اقول ان الفيكتور ده ليه ماجنيتيود وليه فيز او ليه ماجنيتيود وليه دايركشن، واقدر اعمل عليه بعض الايه بعض الالجبرا. طيب البوزيشن فيكتور ده من الفيكتورز المهمه جدا او من الحاجات المهمه جدا ان احنا نعرف اللي هو المحل، المكان فين، البوزيشن فين. بوزيشن لو انا بتكلم على عندي سورس معين عاوز اشوف الايفكت بتاع السورس ده عند بوينت معينه، يبقى انا يهمني اعرف البوزيشن ده فين. ايوه يهمني اعرف البوزيشن فين. الاوبزرفيشن بوينت بي، لو انا بتكلم عاوز اشوف الاوبزرفيشن بوينت بي دي يا شباب اللي هي هنا، اقدر اعرفها ب بوزيشن او اوبزرفيشن بوينت. بوزيشن او اوبزرفيشن بوينت الفيكتور بتاعها ده اللي هو السمول ار دي يا شباب. سمول ار ده هو البوزيشن اور اوبزرفيشن بوينت. تمام، يبقى انا اقدر احدد اللوكيشن بتاعه اكس واي وزد. يبقى انا بتكلم على ان البوزيشن فيكتور بتاعي اللي هو ار بيساوي قيمه اكس في اتجاه الاكس بلس واي فاليو في اتجاه الواي بلس زد في اتجاه الاي زد. طيب احنا كده بنتكلم على الار اللي هي السمول ار. طيب لو بنتكلم على الكابيتال ار، لو بنتكلم على الكابيتال ار هي الديستنس بتوين السورس والديستنيشن بوينت او الاوبزرفيشن بوينت. يبقى انا عندي سورس، السورس ده بي ممكن يكون هو سبب الراديشن اللي بتحصل وسبب الفيلد اللي موجود عند البوينت بي. السورس ده ليه كذلك بوزيشن، البوزيشن فيكتور بتاع السورس هو ار داش سمول ار داش، والبوزيشن فيكتور بتاع الاوبزرفيشن بوينت هي سمول ار. لو انا بتكلم بقى على الديستانس ما بين الاثنين ما بين السورس والديستنيشن هي كابيتال ار. وكذلك علشان اجيب الاوبزرفيشن الديستانس دي يا شباب، يبقى انا بتكلم على الكابيتال ار اقدر كده من الفيكتورز دي اقول ان هي سمول ار ماينس ار داش، وابدا افك الايه افك الفاليوز بتاعتي دي. اقدر اقول ان هي ليها ماجنتيود كابيتال ار في اتجاه السمول اي ار، والار از ا فاليو بقدر اجيبها من الايكواليتي دي زي ما اتكلمنا عليها في السلايدز اللي فاتت. وكذلك اقدر اجيب الفيكتور او الدايركشن اوف فيكتور كابيتال ار اللي هي الفيكتور ار على الماجنتيود بتاع ايه بتاع الار. اوكي يبقى احنا نقدر نجيب البوزيشن فيكتور لاي حاجه، نقدر نجيب البوزيشن فيكتور للسورس، اقدر اجيب بوزيشن فيكتور للديستنيشن بوينت او اوبزرفيشن بوينت. طيب كذلك اقدر اعمل مالتيبليكيشن للفيكتورز، اقدر اعمل مالتيبليكيشن للفيكتورز. في عندي السكيلر برودكت، سكيلر برودكت اللي هو انا بعمل مالتيبليكيشن ما بين فيكتور A وفيكتور B، مالتيبليكيشن ما بين فيكتور A وفيكتور B. اوكي طيب المالتيبليكيشنز دي ممكن تبقى سكيلر برودكت او كروس برودكت. لو انا بتكلم على سكيلر برودكت يعني الريزلت بتاعتي سكيل، سكيلر برودكت يبقى انا بضرب فيكتور دوت فيكتور والريزلت بتاعتي بتكون سكيلر برودكت، الريزلت بتاعتي بتكون سكيلر برودكت. اوكي طيب ما اقدر اقول برضو يبقى ايه دوت بي هي عباره عن الماجنيتود بتاع الفيكتور اي في الماجنيتود بتاع الفيكتور بي في كوساين سيتا ما بينهم، كوساين الزاويه ما بينهم، او اكني بتكلم على الاسقاط بتاع الفيكتور اي على الفيكتور بي. يبقى انا بتكلم على اي كوساين ثيتا، اي كوساين سيتا اروح ضربه في الفيكتور الماجنيتود بتاع بي، يبقى انا كده جبت الاي دوت برودكت بتاع الاثنين. يبقى انا بضرب الاسقاط بتاع الفيكتور اي على الفيكتور بي
في الماجنيتيود بتاع الفيكتور بي، يبقى ده هو عبارة عن السكيلر برودكت اي دوت بي. طيب معنى كده ان انا لو حطيت بقى بعض الفاليوز كده، الثيتا لو حطيت الثيتا بزيرو، لو الزاوية دي بزيرو كوساين زيرو بواحد، يبقى ده يديني الماكسيمم، يديني الماكسيمم. طب لو الثيتا ب 90 90 درجة هيديني ايه؟ كوساين 90 بزيرو، يبقى هيديني الدوت برودكت بتاعي ده بزيرو، تمام؟ علشان في كروس برودكت او في كروسنج كروس انجل ما بين الفيكتور اي والفيكتور بي. طيب كذلك بقى لو بنتكلم على اي دوت بي، والاي ليها كومبوننتس والبي ليها كومبوننتس، بضرب بقى اللي هي سيميلر كومبوننتس تو ايتش اذر، يعني انا بشوف الاكس مع الاكس بضربه، يبقى الاي اكس في البي اكس بلس اي واي بي واي بلس بي زد اي زد. طب ليه ما باخدش يعني ليه ما بقولش مثلا اي اكس في بي واي؟ لان في ما بينهم 90 درجه، يعني الاي اكس دوت الاي واي هتديني في عندي كوساين 90، فهتخلي الفاليو دي بصفر. فكل الكومبوننتس اللي هي حاصل ضرب الكومبوننتس اللي هي في زاويه بينها 90 درجه هتبقى بصفر، فعشان كده بيتبقى عندك بس مين؟ الكومبوننتس اللي هي في نفس الدايركشن، كومبوننتس اللي في نفس الدايركشن اي اكس بي اكس اي واي بي واي بلس اي زد بي زد، تمام؟ طيب طبعا بقى مش محتاج ان احنا نقول ان اي اكس دوت اي اكس بواحد، وكذلك واي واي دوت اي واي بواحد، واي زد لان انا بتكلم على يونت فيكتور اصلا بضربه في يونت فيكتور وهما في نفس الاتجاه، فيبقى انا بتكلم على ان الكومبوننتس ان البرودكت ده بكام؟ الاقي ان البرودكت بتاعي ده بواحد. طب لو قلت اي اكس دوت اي واي في زاوية هنا 90 درجة، يبقى الحاصل بتاعي هنا حاصل الضرب ده بتاعي بزيرو. خلي بالك ان A دوت B بتساوي B دوت A، خلي بالك هنا في الدوت برودكت نقدر نعمل الكلام ده، كروس برودكت لا، بيبقى فيه عندي انجل زي ممكن الكروس برودكت بتاعي في الكي، لو انا عملت سويتشنج كده ما بين ال A دوت B والبي دوت اي، لو خليتها اي كروس بي وبي كروس اي ممكن تلاقي مثلا تظهر لك نيجاتيف ساين. طيب يبقى احنا عندنا الام، ممكن لو انا بتكلم على ان انا هضرب السكيلر فاليو في الاي دوت بي، هي برضو نفس القصه ان انا اضرب الفيكتورز الاول وبعد كده اضرب في السكيلر، او اخلي اضرب السكيلر فاليو في فيكتور من الاثنين وبعد كده اضربه في الفيكتور التاني. طيب يبقى احنا كنا بنتكلم على الكروس السكيلر برودكت، هنتكلم دلوقتي على الفيكتور برودكت، الفيكتور او الكروس برودكت. فيكتور برودكت الاوتبوت بتاعه فيكتور، هو اسمه فيكتور برودكت عشان الاوتبوت بتاعه فيكتور. خلي بالك ان الاثنين سواء كنت بتكلم على سكيلر برودكت او فيكتور برودكت، حاصل الضرب بتاعي انا بضرب فيكتورز، بضرب فيكتورز في بعضها. انا بتكلم بقى على حاصل الضرب، لو انا بتكلم على ان حاصل الضرب هيكون سكيلر يبقى أنا اسمه سكيلر برودكت، لو حاصل الضرب ما بين الاثنين فيكتور يبقى انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على فيكتور برودكت. و الفيكتور برودكت او السكيلر برودكت بنرمز له بالرمز كروس، يعني بقول A كروس B A كروس B. طيب لما باجي بقى اقولها هي عبارة عن الماجنيتيود بتاع ال A في الماجنيتيود بتاع ال B في ساين ثيتا، ثيتا اللي هي الانجل ما بين التو برودكتس ما بين التو فيكتورز دول في اتجاه عمودي على التو برودكتس على التو فيكتورز، اسف في اتجاه عمودي على التو فيكتورز، يعني انا هشوف البلين اللي شايل الفيكتور A وشايل الفيكتور B، يبقى الفيكتور سمول n ده عباره عن الفيكتور بيربنديكولار تو ذا بلين اوف A and B. اوكي، يعني لو تخيلنا مثلا الفيكتور A ده واخد ضلع من الترابيزه مثلا، والفيكتور B واخد ضلع تاني من الترابيزه، يبقى الفيكتور B هو الفيكتور
سمول ان هو الفيكتور العمودي على الترابيزه، الفيكتور العمودي على البلين بتاع الترابيزه دي. اوكي، يبقى ده كده ايه؟ كروس بي. طيب خلي بالك بقى ان الروتيشن مهم للاتجاه. انا بضرب مين في مين؟ بضرب الاي كروس بي ولا بضرب البي كروس ايه؟ بضرب الاي كروس بي ولا البي كروس ايه؟ يبقى انا مهم جدا بالنسبه لي ان انا اشوف انا بضرب مين في مين، علشان الاتجاه بتاع الان، الاتجاه بتاع الفيكتور ان. يعني انا بالشكل ده لو انا بضرب الاي كروس بي هيديني الفيكتور ان ده فوق كده زي الصباع ده كده، كان اللي قاعده اليد اليمنى. لو انا ايدك اليمين دي بتلف في الصوابع في اتجاه لجوه كده، يبقى احنا بنتكلم على ان صباعك اللي هو الابهام لفوق. تمام. طب لو انت حاولت تلف في العكس هتلاقي ان صباعك الابهام نزل لتحت. صباع الابهام ده بيعبر عن الان ايه؟ الان فيكتور. اوكي طيب، علشان بقى اضرب الاي كروس بي بلاقي ان انا محتاج افك الايه؟ المحدد ده. يبقى ايه؟ اكس اي واي اي زد، واحط الكومبوننتس بتاعت الاي واحط الكومبوننتس بتاعت البي وافك الكلام ده، الاقي ان انا بطلع بالكروس برودكت. طيب خلي بالك من الاورينتيشنز ومن الاتجاه. لما بضرب يعني الاورينتيشن اللي هو بتاع الازرق ده بلس، يعني لما بضرب الاي اكس في الاي واي يبقى انا بتكلم في بوزيتيف دايركشنز، واي واي في اي زد يديني بوزيتيف دايركشن، اي زد في اي اكس يبقى بوزيتيف دايركشن. لو عكست الاورينتيشنز دي يبقى انا بتكلم على ان هيبقى فيه نيجاتيف ساين معايا، هيبقى فيه نيجاتيف ساين معايا. دي بعض الخصائص عن البرودكتس. كل الكلام ده طبعا حضرتك كنت عديت عليه قبل كده ودرسته قبل كده. طبعا في عندنا بعض الخصائص بقى للتريبل برودكت اوف فيكتورز. تريبل برودكت اوف فيكتورز اقدر اضرب ثلاثة فيكتورز ببعض. طب انا هضربهم تريبل سكيلر برودكت ولا تريبل كروس برودكت؟ يبقى حسب انا هنا لو انا بصيت على دي الريزلت بتاعتي هتبقى ايه؟ الريزلت بتاعتها تبقى سكيلر، عشان كده سميتها تريبل سكيلر برودكت. يعني لما اضرب البي كروس سي هتديني فيكتور، لما اضرب حاصل الضرب ده اللي هو فيكتور دوت فيكتور هتديني سكيلر، عشان كده سميناها تريبل سكيلر برودكت. طيب خلي بال حضرتك من حاجه، ان الكروس برودكت از بيريور ذا دوت برودكت. يعني الكروس برودكت لازم اعمله الاول. يعني هنا كده اي دوت بي كروس سي هعمل مين الاول؟ يبقى انا لازم اعمل البي كروس سي الاول وبعد كده اضرب الايه؟ اضرب الدوت برودكت بتاعي. خلي بال حضرتك من حاجه ان دي لو جات لك بروبلم كده اي كروس بي ودول كده في تيرم، بعد كده الريزلت بتاعتها ضربتها في السي، غير ان انا اضرب البي كروس سي وبعد كده الريزلت بتاعتي اضربها كروس برودكت مع الاي. طبعا الكلام ده ليه بروف، ممكن حضرتك تبقى تعمله ايه؟ هوم ورك كده مع نفسك. طيب نيجي بقى على الايه؟ الكوردينيت سيستمز اند ترانسفورميشنز. كوردينيت سيستمز اند ترانسفورميشنز. الكوردينيت سيستمز اند ترانسفورميشنز يا شباب احنا عندنا 3 مين كوردينيت سيستمز. 3 مين كوردينيت سيستمز. 3 مين كوردينيت سيستمز. نعمل بوز هنا يا شباب. قبل ما ندخل في الجزئيه دي، في حد عنده اي سؤال؟ في حد عنده أي سؤال في الجزء اللي فات؟ حد عنده أي سؤال في الجزء اللي فات؟
طيب نكمل. عندنا شباب الـ coordinate systems، في عندنا 3 main coordinate systems. أول coordinate system هو الـ cartesian coordinates. cartesian coordinates، cartesian coordinates ده يا شباب إحنا بنتكلم على x y و z. x y و z يبقى أنا عندي origin وعندي vector x وعندي vector y وعندي vector z. أنا بشوف علشان أقيس أي بوينت أو أوصف أي بوينت بوصفها بالنسبة للإكس، بوصفها بالنسبة للواي، وبوصفها بالنسبة للزد. أوكي؟ طيب البوزيشن فيكتور بتاعي اللي هو الفيكتور A، يعني أنا لو جيت هنا مثلا من الأوريجين وعاوز أوصف بوينت معينة A، البوينت دي يبقى أنا بشوف هي مشيت مسافة قد إيه في الإكس، مشيت مسافة قد إيه في اتجاه الواي، مشيت مسافة قد إيه في اتجاه الزد، يبقى ده اسمه position vector. differential length ودي ال، يبقى أنا بفاضل الكلام، بفاضل اللينث بالنسبة للإكس، بفاضل اللينث بالنسبة للواي، بفاضل اللينث بالنسبة للزد. differential area يا شباب، differential area دي اس اكس، differential area اللي هي دي اس اكس، يبقى أنا هنا بتكلم على الإكس، دي اس اكس، يبقى هضرب التو فيكتورز التانيين، يعني هضرب دي واي في دي زد في اتجاه الاكس. لو عاوز دي اس واي يبقى انا بتكلم على دي زد دي اكس في اتجاه الواي. اوكي، يبقى انا الاريا يا شباب لو انا بتكلم على اريا معينه، لو بصينا هنا كده على الشكل ده، لو بصيت على الاريا دي، الاريا دي علشان اوصفها بقول ان هي دي اس اكس. ليه؟ لان بقول ان الكومبوننتس بتاعتها في اتجاه الواي واتجاه الزد، الكومبوننتس بتاع السطح ده في اتجاه الواي واتجاه الزد، فبالتالي بسميها بالدايركشن البربنديكولار على الاريا دي، بسميها بالدايركشن البربنديكولار على الاريا دي اللي هي دي اس اكس. تمام. طيب بالنسبه للديفرنشال فوليوم بضرب الثري دايركشنز ببعض، بضرب الدي اكس في الدي واي في الدي زد، دي اسمها الدي في. خلي بال حضرتك من حاجه، خلي بال حضرتك ان الدي في هاز نو دايركشن، دي في هاز نو دايركشن، يعني الديفرنشال فوليوم هاز نو دايركشن، في حين ان الديفرنشال اريا ليه دايركشن، الديفرنشال اريا ليه دايركشن، differential length ليه direction، position vector ليه direction، differential volume has no direction. أنا بتكلم على volume، بتكلم على volume. أوكي يا شباب. طيب cylindrical coordinates، cylindrical coordinates أنا بتكلم على، هناك أنا كنت بتكلم على x y و z، هنا بتكلم على rho و phi و z. هناك في الكارتيزيان كوردينيت كنت بتكلم على اكس واي زد، انا بتكلم رو وفاي وزد. بالنسبه للسلندريكال كوردينيت، طبعا الكوردينيتس يا شباب كل كوردينيت سهل ان انا اطبقه في ابلكيشنز معين، يعني اتس جود ان انا اطبق بعض الكوردينيتس لابلكيشنز معينه، وممكن اطبق كل الكوردينتس لاي ابلكيشن، ولكن احتاج بعض الايه، بعض الترانسفورميشنز، احتاج بعض الماثيماتيكال ايكويشنز او ماثيماتيكال ترانسفورميشن. تمام. طيب لو احنا جينا هنا بصينا على السلندريكال كوردينت، احنا بنتكلم على ايه الكوردينتس بتاعتي، رو فاي وزد، بتكلم على رو وفاي وزد. الرو والفاي والزد لو انا بتكلم على بوينت هنا مثلا في السبيس، او الجسم ده في السبيس، لو انا خدت اي بوينت عليه، تعال علشان نوصفه اجيب الرو بتاعته، الرو بتاعته هي البروجكشن بتاع البوينت دي على الاكس واي بلين. تمام. يبقى انا لو خدت مثلا البوينت دي، البروجكشن بتاعها على الاكس واي هنا، هتعمل لي نص قطر اسمه رو، نص القطر اللي هو رو ده في الاكس واي بلين، الاكس واي بلين اللي هو الارضي، البلين الارضي. تمام. الفاي هي الزاويه اللي عملتها الرو دي مع الايه، مع الاكس بلين، مع الاكس دايركشن. تمام. يبقى ادي الفاي اهي بتاعتي، بشوف الرو اهو، بعمل زاويه اسمها فاي من ايه، من الاكس دايركشن.
طيب يبقى انا كده عرفت الرو وعرفت الفاي. الزد هو الارتفاع بتاع البوينت دي في الزد دايركشن. فانا كده عرفت الايه الثري arguments of this coordinate اللي هي الرو والفاي والزد. تعال بقى نبص على البوزيشن فيكتور بتاعي اللي هو لو بتكلم على ايه يبقى انا بتكلم على ايه رو في اتجاه الرو. ايه رو في اتجاه الرو ادي البوزيشن فيكتور اهو بتاعي. تمام بتكلم على ايه رو في اتجاه الرو. طيب الفاي برضو كذلك ايه فاي في اتجاه الفاي وايه زد في اتجاه الزد. حلو differential length هفاضل الديستنس دي رو. طيب هنا الجزء ده هي رو دي فاي. رو دي فاي ليه؟ لان differential length لو انا بتكلم على التغير في اتجاه الفاي انا بتكلم على تغير في اتجاه الفاي تغير لينث في اتجاه الفاي اللي هو ده صح. التغير ده يا شباب هو عبارة عن نص القطر في الزاوية المحصورة. نص القطر في الزاوية المحصورة. طب الزاوية المحصورة النص القطر بتاعي رو. طب الزاوية المحصورة هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن دي فاي. دي فاي كويس. طيب يبقى انا دلوقتي علشان اجيب الديفرنشال لينث بتاعي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن رو دي فاي. رو دي فاي التغير اللي حصل في الزاوية في نص القطر يبقى هي عبارة عن رو دي فاي في اتجاه الفاي. الديفرنشال لينث في اتجاه الزد ده لينث فالديفرنشال لينث بتاعي هو عبارة عن دي زد في اتجاه الاي زد. طب الديفرنشال اريا بقى تعال نشوف الديفرنشال اريا. لو انا كنت بتكلم على دي اس رو دي اس رو يبقى هي حاصل ضرب الديفرنشال لينث بتاع الاثنين التانيين. تمام انا تعالى خبي ده بتكلم على دي اس رو خبي ده واضرب لي الاثنين دول في بعض يبقى عباره عن ايه؟ رو دي فاي دي زد. اهي رو دي فاي دي زد في اتجاه الاي رو. طب لو عاوز مثلا دي اس زد دي اس زد خبي ده اهو واضرب الاثنين دول في بعض هتبقى رو دي رو دي فاي رو دي رو دي فاي في اتجاه الزد. وكذلك لو بتكلم على الدي اس فاي يبقى خبي ده واضرب الاثنين التانيين هتبقى دي رو دي زد في اتجاه الاي فاي. ديفرنشال فوليوم بضرب الثلاثه دول في بعض بيبقى عباره عن رو دي رو دي فاي دي زد. زي ما قلنا ان الديفرنشال فوليوم احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على سكيل مفيش عندي دايركشنز. طيب الكوردينيت الثالث بتاعي هو بنتكلم على السفيريكال كوردينيت. الكوردينيت الثالث بتاعي بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على السفيريكال كوردينيت. السفيريكال كوردينيت يا شباب وده من الكوردينيتس الشهيره جدا وخاصه في مع الانتنز بنتكلم على ار و ثيتا وفاي. ار وثيتا وفاي هنا بنتكلم على ادي الكوردينيت بتاعنا ادي الاكس والواي والزد بتاعنا اللي هو الكارتيزيان كوردينيت. وبعد كده علشان اوصف اي بوينت هنا بوصفها كالاتي. تعالى ناخد البوينت دي مثلا البوينت دي لو خد في بشوف نص القطر بتاعها من الاوريجين لحد السبيس من الاوريجين للسبيس يعني كان النقطه دي متعلقه في الفضاء. حلو ده اللي بسميه ار سمول ار كويس. البروجكشن بقى بتاع البوينت دي البروجكشن بتاع البوينت على الاكس واي بلين هيعمل لي الزاويه مين هيعمل لي الزاويه فاي. طيب البروجكشن بتاع البوينت دي على الزد هيعمل لي زاويه ايه هيعمل لي زاويه ثيتا. يبقى احنا بنتكلم على سمول ار ثيتا وفاي سمول ار وثيتا وفاي. وزي ما شفنا برضو الناحيه الثانيه شفنا البوزيشن فيكتور شفنا الديفرنشال لينث والديفرنشال اريا. هنشوف مثلا ايه دي ار ساين ثيتا دي فاي في اتجاه الفاي ار ساين ثيتا دي فاي في اتجاه الفاي. تعال بص معايا كده
انا عايز اتكلم على differential length في اتجاه الفاي في الاتجاه اللي تحت. طب انا عندي دي اللي هي الار، الار دي لما هعمل لها بروجكشن على الاكس واي بلين علشان عايز اجيب الفاي، عايز اجيب تغير في الفاي مع الفاي. طيب يبقى الار لما هيتعمل لها بروجكشن على الاكس واي بلين هتبقى ار، ها ساين ولا كوساين ثيتا؟ هتكون ساين ثيتا، لان مع الزد هنا هتتحلل بالكوساين، مع الاكس واي بلين هتتحلل بالايه؟ بالساين. يبقى ار ساين ثيتا. طيب احنا كده جبنا الايه؟ البروجكشن بتاع الار هنا اللي هو اكنها الرو يا شباب، اكنها الرو، ولكن هنا احنا ما عندناش رو، هنا بنتكلم بالار والثيتا والفاي. يبقى هنا ار ساين ثيتا. طيب لا هيحصل لها تغير في اتجاه الفاي، يبقى دي فاي، يبقى ار ساين ثيتا دي فاي في اتجاه الفاي. طب لو انا بتكلم في اتجاه الثيتا يبقى هي عباره عن ار، الار بتاعتي في الايه؟ في الدي ثيتا اللي انا همشيها. وكذلك بقى خلاص احنا كده عارفين الديفرنشال اريا سواء كانت دي اس ار او اس ثيتا او اس فاي، وكذلك الديفرنشال فوليوم هلاقيها ان هي عباره عن ار سكوير ساين ثيتا دي ثيتا دي ار دي فاي، ار سكوير ساين ثيتا دي ثيتا دي ار دي فاي. اوكي يا شباب، يبقى احنا كده بنتكلم على اتكلمنا على السفيريكال كوردينيتس، اتكلمنا على الثري كوردينيتس بتوعنا. طيب هل اقدر احول فروم كوردينيت تو كوردينيت؟ طبعا، يعني انا لما اشتغل بكوردينيت معين اقدر اجيب الدلاله بتاعت الكوردينيت ده لكوردينيت تاني، واقدر اعمل الترانسفورميشن ما بين اني كوردينيت تو انذر كوردينيت. طيب اقدر احول من كارتيزيان لسلندريكال؟ اه طبعا اقدر احول من كارتيزيان لسلندريكال، هلاقي ان الاكس بتاعتي هي عباره عن رو كوساين فاي، وان الواي بتاعتي رو ساين فاي، والزد هي الزد، واقدر اجيب الماجنيتيودز بتاعتي، اقدر اجيب الماجنيتيودز بتاعت الرو، واقدر اجيب الفاي في قيمه الفاي، واقدر اجيب الزد. تمام. طبعا الاجزاء دي كلها يا شباب احنا كنا تعرضنا لها سواء في الفيزيكس او تعرضنا لها قبل كده كمان في الليفلز بتاعت الثانويه قبل الجامعه يعني. اوكي طيب احنا دلوقتي اقدر احول الفاليوز بتاعتي from coordinate to another coordinate. اوكي يبقى انا اقدر اجيب الاكس بدلاله الرو والفاي اهو، وكذلك الواي برضو جبتها بدلاله الرو والفاي. تمام. والزد هي الزد، يبقى انا اقدر اجيب any value from certain coordinate to another coordinate. كذلك يا شباب برضو اقدر احول من spherical coordinate الى cylindrical coordinate. انا spherical r وثيتا وفاي، والcylindrical هي عبارة عن رو وفاي وزد. يبقى اقدر ايه؟ اعمل transformations المختلفة. يعني لو بصينا كده ببساطه الرو هي عباره عن ايه؟ ار ساين ثيتا. هي الرو فين؟ الرو تحت هنا في الاكس، الرو تحت هنا في الاكس واي، في الاكس واي بلين. تمام. يبقى الار، الار لو انا عملت لها بروجكشن في الاكس واي بلين يبقى انا بتكلم على ار ساين ثيتا اهي. يبقى الرو هي عباره عن ار ساين ثيتا. طب والزد هي عباره عن ار كوساين ثيتا، والفاي هي الفاي، واقدر اجيب الماجنيتيود بتاعه الار والثيتا وقيمه الثيتا، واقدر كذلك اجيب قيمه الفاي، واقدر اعمل الترانسفورميشنز بتاعتي المختلفه from this coordinate to another coordinate. كذلك اقدر احول من كارتيزيان coordinate to spherical coordinate والعكس. انا اقدر اقول ان الاكس بتاعتي عباره عن ار ساين ثيتا كوساين فاي، والواي بتاعتي عباره عن ار ساين ثيتا ساين فاي، والزد بتاعتي هي عباره عن ار كوساين ثيتا. تمام يا شباب. وكل ده حضرتك تقدر تثبته كده بالرياضه ببساطه جدا مع البروجكشنز بتاعه الانجلز، هتقدر تطلع فعلا ان الاكس بتساوي ار ساين ثيتا كوساين فاي. يعني انت لو نزلت بالار سمول ار
على الاكس واي بلين هتعمل بروجكشن اللي هو عبارة عن ار ساين ثيتا. ار ساين ثيتا لما اوديها في اتجاه الاكس هتبقى ار ساين ثيتا كوساين فاي، ولما اوديها في اتجاه الواي هتبقى ار ساين ثيتا ساين فاي، وكذلك الزد بتاعتي بتساوي ار كوساين ثيتا. واقدر اجيب الايه الماجنيتيودز بتاعت كل الايه كل الكومبوننتس دي يا شباب. اقدر اجيب الار واقدر الماجنيتيود بتاعت الار والثيتا والفاي. يبقى انا دلوقتي قدرت ان انا احول from certain coordinate to another coordinate. اوكي يبقى احنا دلوقتي من خصائص الكوردينتس بتاعتنا ان احنا نقدر نحول من certain coordinate to another coordinate، وكذلك اقدر اجيب الديستنس between any points for any coordinate. اقدر اجيب الديستنس between any two points for any coordinate زي ما مكتوب قدام حضرتك الايكويشنز دي. طيب نقدر كمان نتعرف على بعض الكالكولس. نقدر نتعرف على بعض الكالكولس فيكتور كالكولس. ممكن زي ما عملنا مالتيبليكيشنز للفيكتورز وعملنا لها اديشن وعملنا لها سبتراكشن، ممكن كذلك اعمل لها بعض الايه بعض الانتجريشن. يعني الفيكتور ايه ده ممكن اعمل له لاين انتجرال. لاين انتجرال يعني انا ادي الفيكتور ايه، فيكتور ايه واخد الدايركشن ده، عاوز اعمل انتجريشن للفيكتور ده فروم بوينت تو بوينت، فروم بوينت تو بوينت، بسميها لاين انتجرال او انتجريشن اون باث. يبقى انا عندي في مسار من بوينت 1 لبوينت 2، ده اللي هو المسار بتاعي، عاوز اشوف الانتجريشن بتاع الفيكتور ايه مع المسار ده. يعني ايه انتجريشن للفيكتور ايه مع المسار ده؟ يعني اكني بجمع البوينتس اللي عدى عليها الفيكتورز الفيكتور ايه ده على المسار ده، ده بسميه لاين انتجرال. لاين انتجرال يبقى انا بتكلم انتجريشن على لاين للايه للفيكتور ايه مع المسار ده دوت دي ال. يبقى ايه دوت دي ال؟ لما بعمل انتجريشن على المسار ده اللي هو الباث ده اللي هو الدي ال، يبقى انا ده بسميه لاين انتجرال. لاين انتجرال يبقى انا بشوف الانتجريشن ده دي ال بتاعي زي ما احنا عارفين دي اكس في اتجاه الاكس ودي واي بلس بلس دي واي في اتجاه الاي واي بلس دي زد في اتجاه الاي زد. كذلك لو انا بقى بعمل انتجريشن على كلوزد لاين، كلوزد لاين يبقى ده بسميه ايه كلوزد لاين او كلوزد كونتور. يبقى ده بسميه ان انا بعمل كلوزد انتجريشن على اللاين للفيكتور ايه، يبقى بسميها ايه دوت دي ال. كلوزد انتجريشن يعني عمليه الدايره اللي هي المقفوله دي، يبقى انا بتكلم على كلوزد لاين او سيركيوليشن اوف فيكتور ايه اراوند السي. كذلك ممكن اعمل سيرفيس انتجرال. سيرفيس انتجرال يبقى انا بتكلم على الفلكس اوف فيكتور ايه. سيرفيس انتجرال يبقى ده اسمه الفلكس اوف فيكتور ايه. فلكس يا شباب اللي هو الفيض، يعني اكن كده في سطح معين وفي خطوط للفيكتور ده بتعدي، زي عامله زي الدش كده، الصفايه بتاعه الدش، ميه نازله من السيرفيس بتاع الدش ده، يبقى انا بتكلم على فلكس فيض، الفيض بتاع الميه من الايه من الدش ده. طيب احنا ان جنرال بنتكلم على الفيض بتاع الفيكتور ايه من على سيرفيس معين، يبقى بنسميها سيرفيس انتجرال فلكس اوف فيكتور فيلد ايه. طيب لو انا بصيت بقى على الكلوزد انتجريشن للفيكتور ايه من على السيرفيس ده بسميه التوتال اوت وورد فلكس، توتال اوت وورد فلكس. في كمان فوليوم انتجرال يبقى انا بقول اي دي في. خلي بالك هنا كلهم كان دوت 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 دوت، عدا الفوليوم لان الفوليوم ما فيهوش دايركشنز، يعني الدي في ملوش دايركشن، فبالتالي ما اقدرش احط هنا دوت. طيب الديفرنشال اوبريتورز، في عندنا بعد كده الديفرنشال اوبريتورز، في عندنا النبله. النبله دي هي عباره عن بارشال باي بارشال اكس في اتجاه الاكس بلس بارشال باي بارشال واي في اتجاه الواي بلس بارشال باي بارشال زد في اتجاه الزد. دي اللي هي الكارتيزيان فورم.
وكذلك الجريديانت. الجريديانت يبقى انا بتكلم على الماكس، معناها الفيزيكال مينينج اوف جريديانت از ذا ماكسيمم ريت سبيس اوف تشينج اوف فيزيكال فانكشن اند اتس دايركشن از بينج ذات ان ويتش ذا تشينج از موست رابيدلي. يبقى انا بتكلم على معدل تغير بتاع فيزيكال فانكشن، واقصى واعلى معدل تغير في اتجاه معين هو ده الايه؟ الجريديانت. طب السيمبول بتاعتها هي النبله للفيكتور ده، نبله ابساي، يبقى بسميها نبله ابساي او بسميها جريد ابساي. اوكي، يبقى بارشال ابساي باي بارشال اكس في اتجاه الاكس بلس بارشال ابساي باي بارشال واي في اتجاه الواي بلس بارشال ابساي باي بارشال زد في اتجاه الزد. تمام يا شباب؟ طيب يبقى احنا خلي بالك ان هو ان الجريديانت بيستخدم فور سكيلر فانكشن، فور سكيلر فانكشن اند هاز فيكتور ريزلت، اند هاز فيكتور ريزلت. اوكي، طيب في بعض الخصائص للجريديانت زي ما هي مكتوبه قدام حضرتك كده. في عندنا كمان الدايفيرجنس، دايفيرجنس اوف فيكتور، دايفيرجنس of the vector field is the ability of this field to diverge from or converge to a point in space. The divergence of the vector field هي قدرة هذا الفيلد of this field to diverge، إن هو يبعد أو يقرب من بوينت معينة. يعني لو حبينا مثلا نجيب الدايفيرجنس بتاع نهر النيل مثلا، يعني هل الدايفيرجنس بتاع نهر النيل ليه فاليو؟ اه ليه فاليو طبعا، لان هو بيدايفيرج او يكونفيرج. يعني مثلا عند اثيوبيا هتلاقي الفيلد او الميه خارجه من هناك، لان ده المنبع. اوكي، وبتصب فين؟ بتصب هنا في البحر المتوسط هنا في مصر. تمام، يبقى النيل ده الجريان بتاعه ليه فاليو، يبقى هو بيدايفيرج من نقطه وبيكونفيرج عند ايه؟ عند نقطه. يبقى ده the ability of this field to diverge from or converge to a point in space. طب الدايفيرجنس السيمبل بتاعته هي div a او نابله دوت a. احنا خلاص السيمبل ده اسمه نابله، يبقى اسمها بتكلم عليها كده div a او نابله دوت a. طب علشان اجيبها يبقى بقول ان هي partial ax by partial x plus partial ay by partial y plus partial az by partial z. واقدر اقول ان الفاليو بتاعتي دي لو انا عندي السورس يبقى في radiation طالع منه كده، او في فيلد خارج من السورس ورايح لل certain destination. خلي بالك ان divergence used for vector function and has scalar result. اوكي، طبعا دي دكتور، خصائص. نعم يا سيدي. معلش يا دكتور، بس عشان انا مروح دلوقتي والموبايل بتاعي 1% وهيفصل. روح يا باشا. شكرا دكتور. attendance يعني. يا ريت يا دكتور بعد. ماشي يا سيدي. طيب هنكمل الجزء المتبقي، احنا بقينا جزء صغير في المحاضره. يبقى الدايفيرجنس يا شباب احنا بنتكلم على الابيليتي اوف ذيس فيلد تو دايفيرج فروم اور كونفيرج تو ا بوينت ان سبيس، والسيمبل بتاعه ديف اي، والريزلت بتاعته ده سكيلر فاليو. يعني اقول ان هو ده بتكلم على ممكن يبقى الفاليو دي بوزيتيف او نيجاتيف، يبقى احنا بنتكلم على سكيلر ريزلت. ليه خصائص البوزيتيف دايفيرجنس؟ يبقى بقول ان الفوليوم في كونتينز سورس اوف ذا فلكس،
يبقى انا لو خدت الدايفيرجنس بتاع حاجه ولقيته بوزيتيف يبقى معناها كده ان الفوليوم ده هو شايل مين؟ شايل السورس. طب لو انا بتكلم على النيجاتيف دايفيرجنس يبقى الفوليوم اللي انا بقيس عنده بشوف عنده الدايفيرجنس ده يبقى ده سينك اوف ذا فلكس، يبقى انا عنده نقطه الايه؟ نقطه اللي هي المصب. تمام؟ خلي بالك ان ديف اي نوت ايكوال اي دوت نابلا، ديف اي نوت ايكوال اي دوت نابلا. اوكي، كذلك في بعض الايه، بعض البروبرتيز اوف دايفيرجنس بتاعتي. طيب الكير اوف فيزيكال فانكشن از ابيليتي اوف ذس فانكشن تو سيركيوليت اند روتيت. يبقى انا لو بجيب الكير لفانكشن معينه ولقيت لها فاليو يبقى في ابيليتي للفانكشن دي ان هي تعمل روتيشن او سيركيوليشن. طب السيمبل بتاعها نابلا كروس اي، نابلا كروس اي بس، او اسميها كيرل اي، نابلا كروس اي او كيرل اي، واقدر اقول ان هي الماجنتيودز دي زي ما انت شايف اي اكس اي واي اي زد بارشال باي بارشال اكس بارشال باي بارشال واي بارشال باي بارشال زد للكومبوننتس بتاعتي اي اكس اي واي اي زد. وفك الكلام ده هيديني طبعا فيكتور، الريزلت بتاعتي فيكتور. وفي كذلك خصائص للكيرل لازم ابقى واخد بالي منها. طيب يبقى احنا عندنا كده بعد ما شفنا ال divergence والكيرل types of vector fields، لو انا جبت الكيرل ولقيته not equal zero ولقيت ان الدايفيرجنس بتاعه بيساوي zero يبقى ده اسمه solenoidal field، يعني هو بيروتيت بس rotational field. لو الكيرل بصفر والدايفيرجنس not equal zero ده اسمه irrotational field، يعني ده conservative or potential field. لو لقيت القيمتين ما بيساويش صفار يعني الاثنين ليهم قيم يبقى انا بتكلم على general field. لو بتكلم على الكير لايه بصفر والدايفيرجنس بزيرو يبقى ده uniform field. general يا شباب any vector field is completely determined by its divergence and curl. يبقى اي فيكتور انا ممكن اوصفه كومبليتلي جاست ان انا اجيب له الدايفيرجنس واجيب له الايه؟ الكير. في عندنا بقى سم ديفرنشال اكسبريشنز، مهم جدا ابقى عارفها، ومن اشهرها هي لابلاس اوبريتور. لابلاس اوبريتور اللي هو نابلا سكوير بتاعي هي عباره عن partial square by partial x square plus partial square by partial y square plus partial square by partial z square، وكذلك الكيرل كيرل بتساوي الكلام ده، والنابله كيرل نابله كير او ديف للكيرل بيساوي زيرو، divergence للكير in general بيساوي زيرو. طيب الكلام ده يا شباب بقى بعد ما قلنا الخصائص اللي فاتت دي ممكن نحط كده تيبل بنلخص فيه الكلام اللي فات ده مع الكوردينتس المختلفه، ان في عندنا اقدر اجيب النابله والكيرل والدايفيرجنس فور اني فيكتور فور ات اني كوردينت. يبقى اقدر على سبيل المثال تعال نقول مثلا الكيرل الايكويشن دي، لو عاوز اجيب الكيرل بتاع الفيكتور اي في اي كوردينت هو عباره عن 1 على اتش 1 اتش 2 اتش 3 في المحدد ده. طب اتش 1 واتش 2 واتش 3 تعال نشوف، انا هتكلم مثلا تعال نتكلم على سفيريكال كوردينت، ادي الاتشز بتاعتي ايه؟ 1 اتش 1 1 واتش 2 ار سمول ار واتش 3 بسمول ار ساين سيتا. يبقى انا هنا كده حاصل ضرب الثلاثه دول في بعض هي عباره عن ار سكوير ساين سيتا. يبقى هنا هيكون ار سكوير ساين سيتا. طب هنا اتش 1 ب 1 اي يو 1 هتكون يو 1 بكام؟ بالار. يبقى هنا في اتجاه الار وهنا في اتجاه الثيتا وهنا في اتجاه الفاي وهكذا. هنا بارشال باي بارشال ار partial by partial theta partial by partial phi وهكذا يا شباب. انا لما احط الفاليوز اللي فوق دي هنا لاي حاجه من دول اقدر اجيب الايه؟ اجيب المحدد. وغالبا يا شباب السلايد ده بيكون جيفن لحضرتك او اقدر اتعامل معاه. اوكي خالص. اوكي يا شباب، يبقى انا بقدر ايه؟ بقدر
اجيب كل الايه الجنرال فورمز اوف ذا الجريدينت والدايفرجنس والكير فور اني كوردينتس. في عندنا بقى فاينالي كده في بعض الثيوريمز بنحتاجها زي الجاوس ثيوريم القانون بتاعها، ان انا الميزه بتاعتها ان انا بتعامل هنا ما بين فوليوم وسيرفيس، انتجريشن على الفوليوم لنابلا دوت اي او ديف اي دي في دي في بتساوي الانتجريشن على الكلوز سيرفيس للاي دوت دي اس. دي ميزتها ان انا من غير ما اعرف الفوليوم جاست ان انا لو عملت ميجرمنتس لحاجه على السيرفيس اقدر استنتج اللي جوه الفوليوم ده يا شباب. في برضو كذلك ستوب ثيوريم، دي من الثيوريمز برضو اللي بتساعدنا جدا في الحل بعد كده، انتجريشن على السيرفيس للكيرل اي دوت دي اس بتساوي انتجريشن على الكلوز كونتور للاي دوت دي ال. الثيوريمز دي هتبان بعد كده الافكتس بتاعتها قدام كمان شويه. ثانكس فور يور اتنشن يا شباب، وإني questions for this lecture. طبعا الليكتشر دي كان فيها سيرفي سريع جدا على البعض الايه بعض الماثيماتكس وبعض الفيكتورز وبعض الكوردينتس وبعض الكالكولاس بتاعتها وبعض الانتجريشنز بتاعتها اللي هتساعدك في حل كتير من البروبلمز بعد كده، وهنستخدمها كتير بعد كده. فيتطلب منك ان انت تذاكر المحاضرة دي كويس جدا وتفهمها وتستعد ان انت تستخدم الماثيماتكس اللي احنا قلنا عليها في بداية الشغل بتاعنا وفي الانترودكشن بتاعتنا علشان اقدر ايه اقدر احل البروبلمز دي واقدر احل كل ما هو ريليتد للجزء ده. جود لك يا شباب. اي سؤال انا جاهز. بعد اذن حضرتك يا دكتور. بعد اذن حضرتك.